ارزاق اولادنا يرجع لينا، ارزاق اولادنا يرجع لينا، ارزاق اولادنا يرجع لينا، ارزاق اولادنا يرجع لينا، ارجع لينا ارجع لينا، ارجع لينا ارجع لينا. اللي ساهم في هذا انجاح هذه العمليه ديال النصب، اعتقد ان الوصلات الاشهاريه اللي كانت كتبت من طرف مجموعه من الفنانين اللي عندهم وزن في الساحه الفنيه. ثانيا ان لما كتشوف بان هذه شركه عندها سجل تجاري ديالها وعندها وضعيه قانونيه سليمه، اشنو اللي كيوقع؟ كتمشي في الثقه. الناس تقريبا مجموع الضحايا كلهم انساقوا في اطار الثقه اللي داروها في هذه الشركه هذه في الوقت اللي الاشكال فين مطروح. ان الشركه كتعطي وصلات اشهاريه وكتفتح مكاتب ديال البيع من اجل بيع عقارات اللي هي ماشي في الملك ديالها، الارضيه ديالها اللي غادي يمكن لها تبني عليهم هذا العقار. وهذا هو قمه النصب، وهي التاكيدات الخادعه من اجل الحصول على منفعه ماليه، وهو اللي تيشير له الفصل 540 من القانون الجنائي. كيفاش وصلت انه تم النصب عليهم؟ هذا شيء مهم. كان احد الزملاء عنده شي مجموعه ديال الشيكات، ولما دفع الشيكات ديالو للنيابه العامه، وكان هو السبب في القاء القبض على محمد الوردي الرئيس المدير العام لشركه باب درنا، الناس فطنات، خصوصا وانه كان يسوف بهم. كيمشيو لعند الشركه كيقولوا لهم حنا غادي نبداو غدا، غادي نبداو الاسبوع المقبل، غادي نبداو في نهايه الشهر المقبل، وبالتالي كيمشيو يشوفوا المواقع ديال الاشغال ما تيلقاو حتى شي حاجه كاينه فيها. راه كاين ناس اللي من 2014 من مختلف فئات المجتمع المغربي. هناك المواطنين المغاربه في الخارج اللي جاو نتيجة للصالونات اللي كانت كتقام من طرف شركة باب درنا في كل من أوروبا وأمريكا وكندا، وثانيا هناك المغاربة المتواجدين في المغرب اللي جابوهم الوصلات الإشهارية والتحفيزات. بين قوسين حتى الأثمنة اللي كانت تعرض هاد الشركة كانت كتعرضها على الجمهور هي أثمنة غير ممكن تحقيقها وغير ممكن ان تكون مناسبه لقيمه العقار اللي غادي يتنجز. الملف عند القاضي التحقيق الان، والتحقيق كتعرفوا ان كاينه السريه، يستحيل اننا نقولوا شي كلام اللي غادي نتجاوزوا فيه الاطار القانوني ديال السيد قاضي التحقيق. منهم من اعتقل ومنهم من ينتظر، لان كاين اللي في حاله فرار، بحال المدير العام في حاله فرار، تعتقل الرئيس المدير العام، تعتقلوا معاه خمسة ديال الناس اخرين بما فيهم المديرة المالية والإدارية الذي لا داعي لذكر الأسماء، وناس اخرين، بمعنى ان ستة الناس اللي معتقلين ومازال اللي في حالة فرار. الآن وصلنا إلى الاتفاق على وضع شكاية عامة من طرف مجموع المحامون اللي كينوبوا في هذا الملف على الضحايا، واللي شرفوني باش نكون منسق ديال هذه المجموعه هذه، ونعملوا شكايه عامه اللي غتوضع يوم الثلاثاء ان شاء الله امام السيد وكيل الملك. وثانيا ان يكفي غير التدخلات ديالنا في هذا الملف هذا ادى الى رفع الملف من يد ولايه الامن واحالته على الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، من أجل البحث حول مصير الأموال التي تبخرت واللي كتوصل القيمة ديالها حوالي 40 مليار، ماشي 70 اللي كنا كنسمعوا في الوقفة الاحتجاجية.